صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. النهاردة الذكرى 70 لثورة 23 يوليو. 70 سنة فاتت على هذه الثورة المجيدة اللي سطر فيها المصريين أعظم ملحمة تكاتف وتلاحم مع قواتهم المسلحة لحد ما تحققت أهدافها اللي هتظل عالقة في أذهان المصريين. بكل تأكيد يا شاذلي، يعني مما لا شك فيه أن ثورة 23 يوليو قدرت أنها تغير شكل الحياة في مصر، إن كان على المستوى السياسي الاجتماعي الصناعي. ثورة قدرت أنها تحقق تحول اجتماعي وجذري للمصريين، ثورة ضربت أروع الأمثلة انحياز الجيش المصري العظيم للتطلعات وأمال الشعب في الحياة الاجتماعية. بكل تأكيد، وعاوز أقول لكم كمان أن هذه ثورة، ثورة 23 يوليو، كانت ملهمة للطبقات الفقيرة. نجحت الثورة فعلا في خفض نسبة الأمية بين المصريين، ورجعت حقوق العمال والفلاحين، وكان لأول مرة نشوف قانون التأمين الصحي للمصريين بالإضافة إلى مستشفيات للعلاج المجاني. الحقيقة كمان من أعظم مكان أو من أعظم ما في ثورة 23 يوليو أنها أعلت قيمة الحرية واستقلال الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية. يمكن جلاء الإنجليز بعد 73 سنة من الاحتلال سنة 56، لو بصينا على مكتسبات الثورة هنلاقي حاجات كتير جدا. هنلاقي أنه بعد 70 سنة من ثورة يوليو، دلوقتي لما نيجي نبص على مصر هنلاقي وطن أكثر أماناً، أكثر استقراراً. هنلاقي أن ثورة 23 يوليو هي ثورة لا تموت، ثورة انطلقت من أجل مصر ومن أجل نصرة ملايين المصريين، وكانت ملهمة لعشرات الشعوب العربية والأفريقية لنيل الحرية والاستقلال وخروج الاستعمار من بلد بعد الآخر. على جانب آخر ودولياً، على مستوى حركة عدم الانحياز أحدثت تغيير كبير جداً في المنطقة بأكملها، بمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها. كمان لبت كثير من أمال الشعب المصري العظيم، وهو ما يثبت أن القوات المسلحة هي الدرع الحامي لإرادة الوطن لننطلق في بناء جمهورية تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة وتحقيق إنجازات كبيرة جدا مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي. كل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.